أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت دراسة جديدة أن عمر النساء السعوديات يفوق عمر الرجال. المزيد من التفاصيل الشيقة مع زميلتي خلود في جدة. إليك خلود، والموضوع فعلا شيق ورح يزعل الرجال منه. أريدي أهم يعني قلبهم مليان علينا يعني. هو معاكي حق، انا لسه كنت بتكلم انا وضيفي الكريم، بقول ليش السيدات، هو يعني بيدور الحوار بيننا في الاستوديو انه ليش السيدات اعمارهم اطول، فرحت انا نطيت قلت من دعاوى السيدات على الرجال اعمارهم تطول، مساكين الرجال بينخسف عمرهم، او يمكن من نكد السيدات الله اعلم، بس هذا اللي حنعرفه من خلال ضيفي الكريم في الاستوديو. فاشكرك يا هدى، وخليني بس اقول لمشاهدي الكرام انه هذه الدراسه صدرت عن منظمه الصحه العالميه اللي بتشير انه اعمار الرجال وصلت الى 75 سنه واعمار السيدات الى 77 سنة. يا رب يزيد ويبارك. هذه الدراسة طبعا طبقا لكتاب المؤشرات الصحية الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2013. للحديث أكثر عن هذا الموضوع خليني أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور كيفن حافظ، الطبيب الأسري بمستشفى سليمان فقيه. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا خلود، كيف الحال؟ كيفك؟ تمام الحمد لله، كيف جمهورك الكريم؟ والله كلهم بيسلموا عليك يا دكتور. سلمي لي عليهم واحد واحد. يوصل واحد واحد, واحد, واحد. دكتور يعني كنا بنمزح قبل شوية أنا وزميلتي هدى أنه فعلا ليش السيدات أعمارهم أطول من الرجال، يعني أنا أخذتها بمزح أنه السيدات بيدوا على الرجال فالرجال بيموتوا، لكن هي في الواقع إيه؟ هي حقيقة. والله طبعا الدعاء مستجاب من دعاوى السيدات، والله شايفه جيب الاجل على طول. خلود الستريس الرجال دائما معروف عنهم انه هن تحت ضغط نفسي اكثر من النساء. الحلاوه بالمراه انه تتمتع بالاستقلاليه تبعها، لكن بنفس الوقت في مواضيع ما بتحب تكون مستقله فيها، ما بتحب تاخذ قرارها. أيوه. بالضبط، فكله يعتمد على هالمسكين. فلذلك دائما مسكين يا دكتور، مو دائما فما وقفت على العمر، وقفت الشعر بيطيح والعمر بيروح الشعر انت اشرت على نفسك والشعر بتحتر، المدام بتتفرج عليك الان تتفرج هي انا بعرف اوكي. فطب ايه تعليقك بشكل عام على الدراسه؟ دراسه رائعه جدا. هي هذه مثل ما اشرتي قرار منظمه، تقرير منظمه الصحه العالميه. للاسف كان المملكه العربيه السعوديه في مرتبه الرابعه سابقا، يعني هذا الكلام بال 2011 2012، كانت الاولى الكويت، وبعدين اليونايتد عرب اميريتس الامارات، وبعدين البحرين، وبعدين السعوديه. الان فخرا للشعب السعودي كله للبرامج الطبية والتوعوية والتثقيفية الصحية في المملكة العربية السعودية، أنه الآن السعودية ما شاء الله أخذت المرتبة العليا بهذا الموضوع، فصارت الرجال متوسط أعمار الرجال تقريبا 74 سنة، ومتوسط هو كان في سنة 90 إلى 69 سنة، 69 فطلعوا الآن من 69 إلى أبسولوتلي إلى 74. تعرفي خلود مقارنة بالشعب الأوروبي، أوروبا ما يعني مو كثير بعيد عن هذا 76 أوروبا، فالآن متوسط أعمار النساء بالمملكة العربية السعودية تقريبا حوالي هذا الرقم. فهذا شيء رائع جدا. تسأليني شو أسبابه؟ أنا رأيي البرامج التوعوية مثل ما قلت، التثقيفية. الآن كنت عم بتكلم مع زميلتين طيبات، رح تتقابلي معهم بعد شيء يمكن نص ربع ساعة أو شيء، بالتثقيف الصحي والإدوكيشن وهذا، فهذا أمر رائع جدا. والوعي يعني أنا عم شوف الشعب مقارنة، كنت اشتغل في الرياض في مستشفى الملك فيصل تخصصي تقريبا من شيء 11 سنة، وبعدين غادرت إلى كندا ورجعت الآن إلى جدة، فعم قارن بين الشعب من 11 سنة للشعب الآن. يعني وقتها بذكر كان الناس ما كتير يكترثوا بالكوليسترول، ما كثير ما كثير يكترثوا بالدايبيتس، ما كثير يكترثوا، يعني نظام غذائي absolutely. نظام غذائي يا بنت الحلال، فيتامين دي. الان بيجيكي المراه عم تيجي لعندي، يعني اليوم شفت اخت عمرها تقريبا شيء 63 سنه، تقول لي يا دكتور انا جاي لعندك بس لتفحص لي فيتامين، تكشف لي على فيتامين دي.
والله زمان كانوا ما يعرفوا اساسا السيدات، زمان زمان انا اتكلم ما كانوا يعرفوا اساسا الفيتامين دي. فهذا الوعي اللي عم بيصير عند الشعب يعني، هذا انا والله اذا كنت حاطط طاقيه على راسي بقيمها من شانهم يعني. ابسولوتلي يعني هذا كل فخر لي يعني. والله هذا المفروض فعلا انه نحييهم عليه، لانه اهتمام نعم. بصحتهم الان، وانه حتى هم صاروا مهتمين السيدات يا دكتور انه بشبابهم، صح، مهتمين باللوك بالمظهر، وهذا كله بيجدد بالنفسيه كمان. اكيد، وجود فور هير، ليت هير ليف، خليها تعيش. طبعا طبعا، لان يعني صحيح تنظري الى بلاد الغرب بتلاقي المراه عمرها 60 سنه وجالسه تجري وتعمل الرياضه وكذا، يعني للاسف لسه مفهوم الرياضه ربما ما تكون تماما او تبلور تماما عند نسائنا او امهاتنا الكبيرات، اكيد عند الشابات ما شاء الله انا عم شوفهم في كثير من النوادي بيذهبوا للنوادي، واكيد حضرتك بتروحي للنادي ما هي. والله فعلا كل يوم الصباح. احسنتي، وهذا من نصيحه من الوالده. فيري جود، سلامي للوالده، لانه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، بس مش ما يزعل الضعيف وفي كل خير. صحيح صحيح. احنا يعني عرفنا راي حضرتك، خلينا نعرف اراء الناس واستطلاع الراي اللي قامت فيه سيدتي عن هذا الموضوع، نشوفه سوا. كثرت الامراض الحين اللي صارت في بشكل خاص المجتمع العربي، زادت وعي الناس اكثر، قاموا في حملات التوعية الصحية اللي هي زيادة السمنة، زيادة السمنة طبعا فيها أمراض، الأمراض هي تسبب الوفيات زيادة، فأكيد يعني الاهتمام بالصحة يزيد من طولة العمر، يعني تجنب عن الأعراض، تجنب عن المشاكل. برأيه أنه من الأسباب اللي زادت في أعمارهم صار في وعي صحي، فصار في كشف مبكر عن سرطان الثدي، أشياء ما كانت موجودة قبل. السبب التثقيف الصحي والبرامج التوعوية في الراديو، في التلفزيون، في الفضائيات أيضا، وايضا في المنشورات، في الاعلانات، في الشوارع، يعني صار في تثقيف، وصارت العالم تتقبل، يعني تتقبل المفاهيم هذه. ليش؟ لانها في الاول والاخير لمصلحتها هي، يعني فهمت علي؟ ايوه، والواحد يدور على مصلحته. تفتح فكري والمواصلات، تمام المواصلات. انا احس السيده صار فيها وعي، مو بس من وعي صحي، تهتم في نفسها، في جمالها، تريح نفسها، حتى في ولادتها وحمل وكذا، فانتبهت لنفسها، واكيد هذا الواحد لما يعطي لنفسه حق وكذا بيصير يعكس على عمره وعلى صحته وشكله وعافيته، وغير كذا الاعمار بيد الله، يعني كل انسان له عمر ومكتوب سواء صغير او كبير. إذا مشاهدينا الكرام، احنا شفنا استطلاع الرأي جميل انه الناس عارفة أهمية التوعية ومركزة على هذا الموضوع. احنا بالنهاية طبعا يا دكتور بنقول الأعمار بيد الله، لكن أنا يعني سعيدة انه الناس يعني مدركة أهمية التوعية الغذائية الصحية بشكل عام. نعم نعم، أكيد التوعية الغذائية هي أساس، والحمد لله يعني أنا اللي عم شوفه الآن على المونيتور، الآن على السكرين، كل الناس يعني الشباب منتبهين لهذا الأمر، وهذا أمر صار داخلي في في يومياتهم، فهذا أمر أساسي، وأنا بحييهم جميعا على هذا الأمور كلها. نعم. صحيح صحيح. عفوا، إحنا نتكلم شوية عن الوفيات الأطفال. نعم، كمان قلت نسبتها أنا كثير، قلت نسبتها أنا عندي كتبتها قبل أن أجي للاستوديو، كانت وفيات الأطفال يا خلود المعدل 12 بالألف تقريبا، والآن أصبحت 5 بالألف في كندا البلد اللي عشت فيها، كان دائما الآن معدلات الوفيات تقريبا 4.2 بالألف، فلما أقول في السعودية 5 بالألف هذا أمر رائع جدا، يعني أنا أشوف الآن ما شاء الله المجتمع العربي والمملكة في صارت في تقدم هائل، وخصوصا بالنظام الصحي، وإن شاء الله نضل على هذا المسار. للأسف ما زلت أرى في بعض الدول العربية، يعني مثل مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال الأخوة في مصر، معدل الوفيات عند الرجال عند الكبار لا يزال الآن 66
معدل أقصد للأسف صحيح معدل العمر العمر نعم 66 سنة فالآن في السعودية 9 سنوات أكثر من هذا رغم أنه على فكرة دكتور الجو عندنا مش الجو اللي هو البيئة الباردة اللي صح. في عندنا رطوبة وعندنا غبار وكل شيء بس أنه في توعية أنه ممكن إذا في جانب سلبي نبدل بجانب إيجابي يعني نخلي الأكل صحي أكثر إذا مثلا الطقس مثلا سيء أحيانا أنه يكون مثلا جانب التغذية ده صحي وسليم أكيد يعني انت انظري الى موضوع الكوليسترول صار الناس كلها الان مره واحد عم بساله عندي مريض عم بقول له لازم ما تتجنب المقلي الاكل المقلي ما تاكله هذا تعرفي هون في جده في كثير اكلات طيبه شعبيه مقليه بدون ما نذكر الاسماء اللي جايبه اجلنا فيقول لي لا يا دكتور انا ما اكل هذه المقليات فانا تفاجات بهذا الجواب لان هذا ينم عن انسان ولاحظت دكتور ان هم بيبدلوا الاكل وقفوا الأكل المقلي والأشياء الدسمة بدلوها بأشياء صاروا يعرفوا عندهم وعي كمان بالأكلات الصحية صحيح صحيح أكيد ودائما ما شاء الله الآن هنن باتجاه الفواكه والخضار والرياضة والماء فهذه من الأمور الجيدة جدا يعني من المتعارف عن الشعب كمان الرجال بشكل عام أنه عندهم هالكرش بشوف أن الآن الشباب لا بده يتفادى الكرش اللي والده عنده إياه أو اللي جده عنده إياه وهذا طبعا كله من الصحة ومن الأمور التثقيفية اللي لازم دائما نحييهم عليها طيب آخر رسالة كده توجهها للمشاهدين بخصوص صحتهم وعمرهم المديد إن شاء الله الصحة تاج على رؤوس الأصحاء فدائما الإنسان لازم يتغنى بهذا المثل أو هذا القول علينا دائما بالاعتماد على الأكلات المعروفة اللي هي الخضار والفواكه والماء والسمك والبروتين والبقوليات علينا الابتعاد قدر الإمكان عن السكريات من السكريات فيها السكريات البسيطة وفيها السكريات المعقدة نبتعد عن السكريات البسيطة سهلة الامتصاص يلي مثل الموجودة بدقيق الأبيض الطحين الأبيض والخبز الأبيض وموجودة بالسكر نفسه وبل الابتعاد عنها والتعويض بالسكر المعقد مثلا مثل الموجود في الذرة والشوفان والدقيق الأسمر والفواكه والخضار لأن لما تأخذ تقصد السكر حق الرجيم يا دكتور السكر العادي اللي يأكله الإنسان يبتعد عن هذا السكر الأبيض الموجود بالبقلاوة والكنافة والهريسة طب أشعر في سكر الرجيم اللي أنا من الناس اللي بتشربه مثلا في الشاي والقهوة السكر الرجيم يعني الأسبرتيت أنت تتكلم أيوة الساكروز وهالشغلات هذه إن شاء الله بدون ذكر أي ماركة نعم نعم هذه إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله بدون الماركة أسألك طبعاً بعد الهواء عليها أيوة بشكل عام بتضل هي أقل كالوريز وأفضل من السكر البسيط العادي لكن في كلاهم في ضرر فيفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان بل التعويض عودي نفسك يا خلود أنك تشربي الشاي بدون سكر تتمتعي بذوق أو تتذوقي هذا بنكهة الشاي لما أما الآن لما تشرب بسكر فكأن الإنسان يشرب سكر لا أتذوق الشاي من دون سكر يا دكتور شكرا لك يا دكتور وعلى نصايحك اللي بالفعل يعني ناس كثير محتاجة لها وشكرا تواجدك سيدتي شكرا للدعوة نراك إن شاء الله شكرا إذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة شيقة ما زالت فقرتنا بسيدتي مستمرة لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا